ينضم إلينا مشاهدينا الكرام لمزيد من القراءة والتحليل الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. أهلا بك معنا دكتور. بداية، قراءتك للمجموعة الاستشارية التي عينها رئيس الجمهورية، هذه الأسماء، هذه التشكيلة الجديدة، قراءتك لها؟ يعني يمكن هذه الأسماء بتأتي اتفاقا مع يعني ما قدد من أهداف للحكومة الجديدة. يمكن منذ أن صدر البيان الذي يعني سعى فيه السيد رئيس الجمهورية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، كان هناك مجموعة من الأولويات التي وضعت لهذه الحكومة، كان على رأسها طبعا يعني فكرة الملف الاقتصادي أو التحديات زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة، التحديات الاقتصادية التي يعني يعاني منها العالم، واللي بطبيعة الحال ألقت بتداعياتها على الدولة المصرية، وكان طبعا على رأسها التضخم أو حالة التضخم اللي بيعاني منها العالم، أيضا بعض المشكلات الاقتصادية داخل الدولة الخاصة ببعض الخدمات الرئيسية أو حتى تدفق الاستثمار أو غيره من جراء حالة اللا يقين التي يعاني منها العالم. أيضا فيما يتعلق ببناء المواطن المصري نفسه أو بناء الكادر البشري في ظل طبعا المفاهيم الجديدة اللي بتتصدر العملية الاقتصادية زي الاقتصاد المعرفي، زي بعض المصطلحات الخاصة بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، كل هذه الأهداف يمكن شكلت أولويات كبيرة جاءت واتسقت وتم ترجمتها في أولا تشكيل هذه الحكومة أو حتى المساعدين أو الاستشاريين للسيد رئيس الجمهورية في المجالات والقطاعات المختلفة. نعم، في ظل المفاهيم الجديدة دكتور عنبر، كما ذكرت، إلى أي مدى هذه التشكيلة الجديدة، هذه الوجوه التي قامت بحلف اليمين اليوم، إلى أي مدى أنت ترى هي بفكرها وبتاريخها المسبق يمكن أن تضيف جديدا لمرحلة جديدة في مصر؟ يعني حقيقة الأمر يمكن هذه الحكومة جمعت بين أمرين. الأمر الأول هي فكرة أن تضع أمام أولويات يمكن التصريحات الأولى للسادة الوزراء الجدد، يعني شكلت إدراك كامل للمهام الموكلة لها، خاصة فيما ورد في البيان أو المنشور الخاص بالتعديل الوزاري. الأمر الآخر يمكن كمان هذه الحكومة أخذت بعين الاعتبار أو أخذت في اعتبارها ما تم تحقيقه من إنجازات أو ما تم تحقيقه من خطوات من خلال الحكومة السابقة. هنجد مثلا أنها بتعد استكمالا لبعض الملفات التي بدأت فيها الحكومات السابقة، لأنه أكثر من وزارة يعني زي وزارة المالية، والسيد وزير المالية الحالي هو كان نائبا للوزير المالية السابق، وبالتالي هو لديه الخطوات الرئيسية التي تم انتهاجها سواء في برنامج الإصلاح الاقتصادي أو غيره. لكن كل هذا لا يعني أن أمام هذه الحكومة مجموعة كبيرة من التحديات التي يعني تستلزم أن تتصل كافة القطاعات وكافة الوزارات لتحقيقها. وطبعا زي ما ذكرت لحضرتك أنه بيأتي في مقدمتها المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها العالم ككل، وبتعد الدولة المصرية واحدة من الدول اللي تأثرت بالأزمات على المستوى العالمي. طيب دكتور عنبر، ذكرت كلمة التحديات أكثر من مرة، وهي كلمة فعلية، هي كلمة معلنة للجميع والكل يعلم التحديات التي تمر بها مصر سواء من الداخل أو حتى التحديات التي فرضت عليها من ظروف وتحولات خارجية كثيرة. إلى أي مدى مع هذه التحديات ومن رحم هذه التحديات هناك فرص في مصر الآن من خلال أيضا تغييرات كثيرة تحدث على أرض الواقع، من بينها التشكيلة الوزارية الجديدة على سبيل المثال؟ يعني خليني بس في البداية أشير إلى خصوصية التوقيت الذي أعلن فيه هذه أو التشكيل الحكومة هذا. يمكن والدولة يعني لم أو العالم كله لم يستفق بعد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعها بعد ذلك
حالة عن الانقسام الجيوسياسي ما بين دول العالم اللي أدى إلى انقسام العالم إلى معسكرين، معسكر شرقي ومعسكر غربي، بتستخدم فيه البعض الأدوات الاقتصادية كأحد أدوات الصراع. أتحدث تحديدا عن العقوبات الاقتصادية التي تفرض ما بين طرفي الصراع واللي بتؤثر على كافة دول العالم ومنها الدولة المصرية. كل هذه الأمور طبعا فرضت كثير من الأزمات التي تواجه العالم كله ومنها الدولة المصرية. لكنه أنا اختصارا أو إجمالا هذه التحديات يمكن إجمالها أنه تتسق كافة الأمور فيما يتعلق بالوصول إلى زيادة في الإنتاج الكلي في السلع والخدمات. هذا الأمر يستلزم زيادة الاستثمار سواء في شقه المحلي أو الاستثمار الأجنبي في صورته المباشرة، بيستلزم أنه يكون هناك ضبط لعملية الاستيراد وزيادة للصادرات، لأن كل هذه الأمور هي التي يعني أو تعتبر كلمة السر أو المفتاح الذي يمكن من خلاله التحكم في كافة المشكلات الاقتصادية اللي بتعاني منها الدولة المصرية، زي البطالة، زي مشكلة الخاصة بالدين العام، أيضا المشاكل الخاصة بالتضخم وارتفاع أسعار السلع، لأن زيادة الإنتاج بتؤدي إلى زيادة المعروض من السلع والخدمات وبالتالي انخفاض أسعارها. لكنه أستطيع أن أقول أنه هناك بعض الخطوات التي اتخذت في هذا الإطار. الدولة المصرية الآن لديها منافس جاذب للعملية الاستثمارية، ولا أكون مبالغا حينما أقول أن الدولة المصرية تعتبر أفضل مناخ استثماري جاذب للاستثمار الأجنبي في المنطقة بالكامل، ودي تقارير بيشير إلى هذا الأمر، التقارير الدولية وكان مؤخرها تقرير الأونستاد. أيضا فيما يتعلق ببعض الملفات الاقتصادية الأخرى، يجب أو واحد من أهم المتطلبات المطلوبة من الحكومة الجديدة وتحديدا الوزراء المعنيين بالوضع الاقتصادي هو فكرة أن تتضح الأيديولوجية الاقتصادية للدولة. أتحدث تحديدا عن وثيقة ملكية الدولة اللي الدولة أعلنتها منذ فترة، لكن الأمر يستدعي مزيد من الشفافية في هذا الأمر، الإعلان عن القطاعات التي سوف تتخارج منها الحكومة وبأي نسبة، القطاعات التي سوف تتركها تماما للقطاع الخاص، القطاعات التي سوف تتشارك فيها الحكومة مع القطاع الخاص. لكن دكتور، حتى أفهم من حضرتك أكثر من ذلك، يعني الأيديولوجية الخاصة بالدولة ألا تراها موضحة في ما يتعلق باستراتيجية مصر 2030؟ ألا تسعى مصر بكافة مؤسساتها وقطاعاتها حتى تصل لهذا الهدف الأكبر والأعم وهو استراتيجية مصر 2030؟ نعم، يمكن الخطوط العريضة واضحة بشكل قوي فيما يتعلق برؤية مصر 2030، لكنه بعض الأمور يتحدث عن الأيديولوجية الاقتصادية التي تتغير، لأنه لا توجد سياسة اقتصادية مستقرة لفترة طويلة من الزمن في أي دولة، لأنه مفترض أن السياسة الاقتصادية تتغير بتغير الأوضاع سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي. الدولة منذ فترة ليست بالبعيدة أعلنت عن ما يسمى بوثيقة ملكية الدولة، وهذا يشير إلى أنه هناك تغير في الأيديولوجية الاقتصادية للدولة، وهي تعني أنه سوف يفرض مساحة أكبر، وهذا تم الإعلان عنه أنه سوف تفرض مساحة أكبر للقطاع الخاص، وأن الدولة المصرية أو الحكومة سوف تتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية. حقيقة الأمر الدولة يعني اتخذت شوطا كبيرا أو خطوات كبيرة في هذا الإطار، وكان مؤخرها ما تم إعلانه من اتفاقات وبروتوكولات تعاون مع الاتحاد الأوروبي وصلت إلى ما يقترب من 50 مليار يورو منذ أيام ليست بالبعيدة. لكني أتحدث عن ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها في ذات الشأن من خلال الحكومة الجديدة. أتحدث على في إعلان هذه الأيديولوجية الخاصة بإفساح المجال للقطاع الخاص، بمعنى أن تعلن ما هي القطاعات التي سوف تتخارج منها الحكومة وتتركها للقطاع الخاص، ونسب التخارج، بمعنى أن القطاع الفلاني حتتركه الحكومة بنسبة 100% أو حتتركه الحكومة أو تتشارك فيه مع القطاع الخاص بنسبة 20-80 أو بنسبة 50-50. يعلن عن هذا الأمر لأن واحد من أهم محددات الاستثمار هي عملية اليقين أو عملية أن يكون هناك معلومات متاحة
حول عملية الاستثمار، هذا استكمالا للمناخ الجاذب للاستثمار داخل الدولة المصرية. كلمة اليقين هي أيضا كلمة يعني مهمة في نعم. الاقتصاد بشكل عام، حتى فيما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص في الدولة، هي تحتاج إلى مثل هذا اليقين، هي تحتاج إلى مثل هذه الثقة في الإعلان عن أمور واضحة وقرارات واضحة ربما لا تتغير بشكل يعني متسارع في ظل فترة صعبة اقتصاديا. هذا اليقين كيف تقيسه في المرحلة الفائتة؟ كيف كان في المرحلة الفائتة وكيف ترجوه في المرحلة القادمة دكتور محمود؟ خليني أشير لحضرتك أنه علماء الاقتصاد بيصنفوا الأزمة المالية العالمية الحالية اللي هي أزمة انقسام العالم إلى المعسكر الشرقي أو المعسكر الغربي باعتبارها هي الأزمة الأصعب والأخطر والأعقد منذ أزمة الكساد الكبير سنة 1929. ليه هذه الأزمة هي الأعقد؟ لأنها فرضت حالة من اللا يقين أو عدم الثقة، ولا يستطيع كائن من كان أن يتنبأ ما الذي يمكن أن يحدث من أمور اقتصادية وأوضاع اقتصادية على المستوى العالم. العالم كله تسود حالة من حالات اللا يقين، وهو المبرر الأول والرئيسي كما ذكر تقرير الأونكتاد اللي بيفسر تضاعف وتآكل تدفق الاستثمار على المستوى العالمي، لأن في النهاية المستثمر هناك قانون يحكم عملية الاستثمار يقول أن رأس المال جبان ويبحث عن المكان الذي يعظم أرباحه، بمعنى أنه ليس له وطن. المستثمر لا يمكن أن يضع أمواله في منطقة معينة أو في مشروع معين دون أن يكون لديه حالة من الثقة، حالة من اليقين عن ما يمكن أن يحدث من توقعات اقتصادية خلال فترات قادمة، وبالتالي هذا سبب من ضعف أو سبب تعقد هذه الأزمة. لكنه يمكن الوضع داخل الدولة المصرية إلى حد كبير جاء مغايرا لهذا الأمر، لأن استقرار سعر صرف العملة، استقرار الوضع الأمني والسياسي داخل الدولة المصرية رغم أنه مؤشر غير اقتصادي إلا أنه واحد من أهم المؤشرات التي تحكم عملية الاستثمار. لا يوجد منطق لمستثمر أو يمكن أن يستثمر في دولة لا يوجد بها استقرار أمني وسياسي. وبالتالي أقول أن كثير من العوامل التي يمكن أن يراها البعض عوامل غير اقتصادية هي في النهاية تؤثر على الملف الاقتصادي، ويمكن ده بيفسر كثير من الأمور لماذا كان في البداية منذ أن بدأت الدولة المصرية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي بإعطاء الأولوية الأهم والأكبر للقطاع الأمني لاستقرار الحالة الأمنية. هذا كان أمرا منطقيا يتوافق مع فكرة ترتيب الأولويات الاقتصادية، لأنه مهما كان هناك من إنجازات اقتصادية ومهما كان هناك تنمية دون أن يكون حالة من وجود حالة مستقرة للوضع الأمني أو السياسي في دولة إذن سوف تكون المحصلة. لكن دكتور عنبر، كلمة الأولويات هي كلمة فضفاضة، ربما ما تراه أنت أولويات يراه آخر ليس بأولوية. ما الأولوية التي لديك يقين أنها يجب أن تنفذ أولا أو يتم العمل عليها أولا من خلال هذه التشكيلة الوزارية الجديدة؟ يعني خليني ابدا لحضرتك بالتجربه المصريه. الدوله المصريه بدات ب ونجحت في هذا الامر باستقرار الوضع الامني داخل الدوله المصريه. صحيح التكلفه كانت باهظه، ليس تكلفة اقتصادية وفقط، لكن تكلفنا فيها أرواح شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة المصرية، لكنها نجحت وأصبحت تعطي دروسا مستفادة في هذا الإطار أن تستقر الوضع الأمني في مصر. ثم بدأت بعد ذلك بشبكة البنية التحتية، وكل حتى غير القارئ للمؤشرات الاقتصادية يدرك دون معناه أن الدولة المصرية نجحت في هذا الإطار. ثم بدأ بعد ذلك في بناء الكادر البشري أو الإنسان المصري نفسه من خلال البرامج المختلفة زي مبادرة حياة كريمة، زي البرامج الخاصة بتنمية الصعيد اللي كانت بتحسن من وضع المواطن المصري. هناك مجموعة من الملفات يمكن أن تستكمل في هذا البرنامج، وهي ملف التعليم وملف القطاع الصحي اللي أخذنا فيه أيضا مجموعة كبيرة من الخطوات، وفيما يتعلق بالعملية توطين الصناعة وعمليات الخاصة ب يعني توطين الاستثمار وزيادة معدل الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي هي الآن تشكل أولوية. وأظن يمكن جاء التشكيل الوزاري محددا هذا الهدف باعتباره هدف رئيسي وهام.
نعم. طيب دكتور محمود، يعني اقتصاد يعني مواطن، يعني ربما هو وثيق الصلة بالمواطن هذا القطاع. المعلن من خلال القيادة السياسية أن هذا التشكيل الوزاري يأتي في المقدمة الأولى لتحسين مستوى الخدمات للمواطن، تحقيق مستوى معيشي أفضل للجميع. من خلال يعني مداخلاتك مع مواطنين، كيف يرى الشارع المصري هذه التشكيلة الوزارية الجديدة ما بين تحديات و أيضا طموحات للمواطن المصري؟ حقيقة الأمر المواطن بينتظر كثير من 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 هذه الحكومة فيما يتعلق بالخدمات التي يحصل عليها. يعني المواطن ينتظر وجود حلول مبتكرة فيما يتعلق بالتيار الكهربي، ينتظر استكمال لعملية أو مبادرة حياة كريمة اللي غيرت حقيقة الأمر من حياة المواطنين وخفضت كثيرا من الفجوة التنموية ما بين إقليم الصعيد والعاصمة. ينتظر أيضا استكمال عملية التنمية المتوازنة اللي تبنتها الدولة، وهي التي يعني وزعت فيها المشروعات القومية توزيعا أقرب إلى عملية العدالة الاجتماعية أو اعتبارات الجدوى الاجتماعية، بمعنى أنه لم تكرس هذه المشروعات في العاصمة وفقط بالشكل اللي كان في السابق، بيضطر المواطن الذي يقطن أحد محافظات الصعيد أنه يعني ينزح إلى القاهرة أو ينزح إلى العاصمة للبحث عن فرصة عمل. الآن أصبح هناك مشروعات موجودة وموزعة بشكل عادل في كافة محافظات وأقاليم الدولة. المواطن ينتظر مزيد من هذه الأمور، لأن لديه قناعة أن هذا هو يعني المخرج الآمن والأساسي للتعامل مع كافة المشكلات الاقتصادية أو يعني الوصول إلى مستوى رفاهية. نعم دكتور محمود، نأتي أيضا إلى قطاع آخر وهو القطاع الخاص الذي يأمل بالمشاركة الجادة والفاعلة في طبعا هذه التنمية الشاملة في الدولة المصرية، لكن القطاع الخاص دائما له قوانينه ومسارات العمل فيما يتعلق بالقطاع الخاص لها شروطها ولها ربما محددات خاصة جدا. دائما الدولة المصرية والقيادة المصرية تدعو إلى القطاع الخاص بالمشاركة وتفتح النوافذ والأبواب لها بالمشاركة. في ظل هذه التشكيلة الوزارية الجديدة، ماذا يريد القطاع الخاص بشكل واضح من الدولة المصرية؟ القطاع الخاص ما يريده في هذا الإطار هو يعني زي ما ذكرت لحضرتك في البداية، وكنا نتحدث عن وثيقة ملكية الدولة. القطاع الخاص يريد أن يعني أن تفسح له المساحة أكبر فيما يتعلق بالاستثمار من خلال التعرف على القطاعات التي سوف يترك فيها التنافس للقطاع الخاص وبعضه البعض. القطاع الخاص يريد استقرار للحالة الاقتصادية، لأنه زي ما ذكرت لحضرتك النهاية في النهاية رأس المال ليس له وطن. أي حد معاه استثمارات هو في النهاية بيبحث عن المكان الذي يعظم من أرباحه. وماذا فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع الخاص دكتور محمود؟ الدولة أستطيع أن أقول أنه الدولة المصرية لديها بنية تحتية تشريعية يعني إلى حد كبير مستقرة فيما يتعلق بخلق مناخ جاذب للاستثمار. طبعا لا أتحدث فقط عن قانون الاستثمار، أتحدث عن سلسلة من القوانين والحوافز الضريبية اللي بيتمتع بها واللي بتصدر حقيقة الأمر يعني تباعا، بتعطي امتيازات وحوافز لتشجيع عملية الاستثمار. أيضا القطاع الخاص ينتظر وجود خريطة معينة تتناول الفرص الاستثمارية وفرص الاستثمار داخل كل محافظة بالشكل اللي بيعكس الميزة النسبية أو المطلقة أو ما تتميز به كل محافظة أو كل إقليم بهذه الفرص، مع إعطاء مجموعة من الحوافز من قبل الوزارات المختلفة أو القطاعات المعنية في هذا الإطار. وبالتالي أسألك دكتور محمود، ما دلالة تغيير المجموعة الاقتصادية؟ لم أسمع السؤال. ما دلالة تغيير المجموعة الاقتصادية؟ الوجوه تغيرت في المجموعة الاقتصادية، ما دلالة ذلك؟
دلالة ذلك هو استكمال ما تم ما سبق، يعني هناك بعض الأمور التي يعني تنتظر فيما يتعلق بهذا الإطار. يعني خليني أدي حضرتك على سبيل المثال وليس الحصر، يعني القطاع الخاص على المستوى المحلي وفي المحافظات والأقاليم في النهاية ينتظر قانون المحليات. القانون المحليات معطل منذ العام 2011، رغم أن السيد رئيس الجمهورية في أكثر من لقاء يشير إلى ضرورة الإسراع باستخراج قانون المحليات. الاستثمار داخل المحافظات وداخل الأقاليم علشان يحصل كم التراخيص وكم المسوغات المطلوبة لتحفيز عملية الاستثمار، هذا يتطلب يعني التعديل قانون المحليات، القانون 43 لسنة 79. الغريب في الأمر أن المسودة موجودة ولم تعتمد حتى هذه اللحظة، وبالتالي الأمر يتطلب أن يتم النظر في هذه المسودة بالشكل اللي بيتسق مع تعظيم عملية الاستثمار داخل المحافظات والأقاليم. إذا هناك مجموعة من الأمور التي تشير إلى ما دلالة وجود وجوه جديدة للمجموعة الاقتصادية أو وزراء المجموعة الاقتصادية، لأن هناك بعض الخطوات المطلوبة على وجه السرعة تنفيذها في هذا الإطار لتحفيز عملية الاستثمار والطلب، لأنه لا سبيل للخروج من التداعيات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الدولة المصرية سوى زيادة الاستثمار. يعني هذا هو المخرج الوحيد والمخرج الآمن، وفكرة زيادة الاستثمار بتتطلب قدر كبير من التنسيق والتشابك بين كافة الوزارات. هناك بعض الخطوات التي يعني أحسنت فيها الوزارة السابقة، وهناك بعض الخطوات التي يعني لم تكن فيها موفقة الوزارة السابقة، وبالتالي المواطن والمستثمر والمستهلك أيضا ينتظر من الحكومة الجديدة أن يعني على وجه السرعة تعديل هذه الأمور. نعم، إذا كلمة زيادة الاستثمار وكلمة أيضا زيادة الإنتاج المحلي كلمتان في غاية من الأهمية في هذه المرحلة التي ترجو فيها مصر تنمية شاملة، تنمية مستدامة. شكرا لحضرتك دكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد.